السلام عليكم، صباح الخير كل ديال الناس، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما العاده عاوتاني جبنا لكم واحد البروموسيون اليوم عاوتاني في جوهره، زوقات جداد وكاين شي زوقات يلاه تزادوا عاوتاني والثمن مناسب. الثمن ديما لا الثمن هو اللي ولي كلشي ولي عليه كلشي. صباح النور كل ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير على افضل حال. كي قال لكم السي حسين اليوم واحد التشكيله غزاله ديال جوهره، تفضل معنا السي حسين. الثمن عودناهم على الهوتا، عودناهم على التخفيضات ديال جوهرة، الثمن 200 درهم فقط وانا كلشي نلبس، سواء خديتي واحد ولا جوج ولا ثلاثة راه الثمن كيبقى هو هو. شوف معنا الزوق السي حسين، انا حبيبي شي حاجة غزالة وأنيقة زوينة وتخي شيك، لقات واحد الإقبالات الزوقة وكان عليها الطلب كثير، شحال الناس حطينا فيديوهات أخرين موراهم بقاو كيتواصلوا معنا على جوهرة، بالأخص هاد الزوقة هادي، الناس بغات تكوموندي منها شي لوانة تسالو منها. كلشي بغى ياخذ منا على حساب البروموسيون اللي درنا فيها. دابا قلنا غنعاودو نبارطاجيو فيها نفس البروموسيون ديال 200 درهم غير هي تزادت مع زوق اخرى باش يكون لو شوا فين يختاروا ان شاء الله. الهدف هو كلشي يستافد. الوغ الثمن 200 درهم السي حسين، جوهره غزاله غادي نطلع لك اللون الاول. انا عطيتك دابا تشوف باش اللي بغى تسكرينيه، كيبان لك واحد القصيبي، كيبان لك اللوين ديالو مخدر بارد واحد القصيبي. انا كل زوقه غنطلق منها واحد ونشوفو الفكره ديالو كيفاش كيجي. الوغ هذا الاول احنا نطلقوه السي حسين، انا قربت لك باش تشوف الزواقه كيفاش دايره، وها هي مطلوقه غزاله وانيقه شي حاجه طوب. الكليان ديالنا اللي كوموندو منها وتوصلوا بها وعجباتهم وعاودوا كوموندو منها، الصراحه كاين اللي خدات منها جوج وثلاثه وعجباتها لا كاليتي من وصلاتها، وعاود كوموندات لوانات اخرين فيها. دابا عاوتاني فيها واحد التلوينه زوينه غزاله، بغينا اللي ما استفدتش منها هذيك المره هذه المره ان شاء الله تستافد ودير لا كوموند ديالها وتلبس مع راساتها. انا حبيبي قميص قنيديره تكشيط البيزا جلابة الحضور اللي عشقات خاطرك، جوهرة غنية على التعريف، حتى هي من عشاق الإبداع، كتبغي الإبداع في لاخاصة، شاف كتجيب تلقى بحال هكا على الطول ديالها، كيجيو لي غيوب طول، شي حاجة زوينة وكلاسيك. شوف معايا الزويقة ديالها كيفاش دايرة، طايحة في الملمس ديالها رطبة غزالة، الظهر ديالها رطيطب، الملمس رطب غزال، زويون. أنا حبيبي اللي خدات شي حاجه منها بصحتها واللي ما خداتش تاخذ فما احسن. بقى واحد الزوقه الثانيه، هذه الزوقه الاولى مازال غنشوفوا اللوينات ديالها، هذا القصيب هذا اللي بدينا به كيف هذا لوسوم عاوتاني السي حسين، ها هو الشيء محمر باش اللي بغى دير السكرين، ها هو لوين غزال كولور تري شي كولور لومينو، هذه كتمشي مع السميمرات كتمشي مع البيبدات ضاويه فين كولور لي ضاويه زويونه. الثمن 200 درهم فقط. انا حبيب اللي بغا دير السكرين هذا اللوين الثاني، كاين عاوتاني هذا البلو بلو موف، ما هو بلو ما هو موف، هذا بحال بلو جين. شوف معايا انا نجمعها باش تبان لك هكا احسن. شوف معايا حبيبي دستان بلو جين، شوف الملمس ديالها رطيطب غزال، اللي بغا دير السكرين هو اللوين هذا، ما هو بلو ما هو موف، كيبان لي دو غوفلي مازال غيدوز واحد البلو تا هو بلو هو. انا اكسبري غنخلي لكم اللوينات هنا باش يبقاو لك كوميم باينين. هذا واحد الكري تا هو كري مخدر شي حاجه غزاله تا هو، عشاق الالوان الداكنه. قرب عندنا السي حسين ركز لينا على اللوينات ولا باباش لك شي لون قول لنا باش نوضحو لهم. هذا كري سوغي تا هو لعشاق الالوان الداكنه، هذا لوين تا هو غزال. جوهره كلها الصراحه غزاله ولويناتها كاع زوينين، هي كتبغي الابداع من عشاق الابداع في لافاسون، سواء راندا الزواق بغيتي ديرها غير سامبل كيف ما عشقتيها وتشهيتي اللبسه ديالك توكلي على الله. هذا اللون الرابع، وكاين هاد لاكولوغ نيود حتى هي غزاله وانيقه، عشاق عشاق الاناقه اللي كتبغي لاكلاس وشي قميص مأدب ادمي، هادي تقدر ديرها غير للدار تكون عندك عراضه ولا شي حاجه، تلبسي قميص ديال جوهره غزال وانيق. تقدري تاخدي جوج وثلاثة وتبدعي في لافاسون كل واحد كيفاش تخرجي فيه الموديل اللي بغيتي. الوغ كاين هاد اللوينات هادو، هادي واحد الزوا اخر بلاتي ما تحرقهاش ليا. هادشي مشكلي غنحكم معاك السي حسين. شوف معنا اللوينات، هذا عاوتاني واحد كري كلاغ رمادي مفتوح، انا حبيبي ها هو كري كلاغ لون زويون كلاسيك، انا حبيبي فهمت كيبان لك اللوين هنا كري كلير زوين، لوين راقي ومؤدب، والثمن 200 درهم فقط. انا حبيبي اللي بغا تركز على اللوينات تصورهم كاملين، انا غنحطهم في البروفيل، واللي ما بانش لها شي لون تواصل معنا في الخاص
وديك الساعه نسكرين ليه ولا تبرع مع راساته تكوموندي على خاطر. شوف معنا عاوتاني اللوين هذا لوين غزال حتى هو كتبان الزوقه حيت اخو التصوير كيضيع جوهره في الزوقه ديالها ما كيوضحهاش مع الموتيف ديالها تيكون صغير. هذا علاش كنحاولوا نعطلوا شويه ونركزوا مزيان على الزوقه باش تكون على وضوح ونسهلوا عليك باش دوزي لا كوموند ديالك ان شاء الله. وبالنسبه للمتابعين الجداد ديالنا مرحبا بكم معنا كنتوما. العنوان ديالنا الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محله الورد. اللي بغى شي استفسار ولا شي معلومه تاخذها من صندوق الوصف ولا في اول كومونتير. شوف معايا هذا واحد الخضيبر حتى هو بارد الايد بكليغ ليجيرمون كليغ عشاق الالوان الهادئه. هادو كنسميوه الوينات من ايدبين ولا باستيل. شي حاجه زوينه طايحه في الملمس ديالها غزاله ما كتكلفش شي حاجه كثيره. بغيتي تكلف عليها وكتعشق الابداع في لاماسون تبغي الزواق توكل على الله. بغيتي ديرها سامبل غير راند خفيفه حلوه تجي ادميه. اول بلو هو ديك الطويله قبيله داز ان بلو بلو موف ما هو موف ما هو بلو. هذا بلو هو ديالها لوين زوين وانيق صراحة كاع الوانات زوينة كاع على حساب لو طون لون البشرة ديالك. هذا علاش كنحاولو نركزو على اللوينات باش يكون عندك لو شوا. هانت انا حبيب هذا غري سوغي غري مغلوق لوين راقي تا هو وغزال. كي تنقولو ديما راه الخيط اللي كتشكر التوب إلا خدمتي اون بون فاسون غادي تشكري التوب ديالك. انا حبيب شي حاجة هما اللوينات ديالها. كاين عاوتاني هاد الشكيلة ديال السي حسين راه براني شي حاجة غزالة عاوتاني عشاق الأناقة تبغي شي حاجة راقية. هادي راه خدمنا تايا كناظر خدمنا لبيسه خدمنا جلابة الحضور فراشة الصراحة لقات الإقبال. جربنا في السوق في الكاترفيت لقات زوينة غزالة صراحة كاع اللوانات زوينين. مازال غندوزو فيها اللوينات فيها لي كولوغ باستيل وفيها حتى اللوانات الغامقة. هادا الغوج كيبان لك اللوين. هادي الزوقة ديالها فيها الأرجونتي والدوغي بجوج داخلين فيهم كتجي حتى هي غزالة وأنيقة. والمتراج ديال جوهرة راه معروف 3 متر على متر وعشرين. الوغ هذا لوغوج اللون الأول. كاين عاوتاني هذا ليجيغمون واحد الصومون كليغ غيبان لك بحال بلونكاسي هو راه الصومون فاتح بارد. هذا عجبني في هذا الكونسيبت ديال لارجونتي والسقلي عطا واحد التناسق زوين. هي نقدر نوريها لك مخدومة دندورة شيق بالكاتر فيت جات شي حاجة زويونة. أنا حبيبي حتى هاد لاكولوغ لي مخيطه راه كاينه غير مبقاتش عندي هنا في المحل توب. من لي بغات حتى هي راه كاينه. الثمن راه 200 درهم هو هو. جات شي حاجه غزاله وراقيه. واللي بغات حتى طالعه راه عندي فيها كنادر مخدومين بالكاترفيل هكا بماكينه وعندي مخدومين بليد. اللي بغيتي بغيتي بليد راه كاينين بغيتي بماكينه راه عندي فيها شي 5 الوان مخدومين. شي حاجه غزاله تخي شيك في اللبسه ديالو كتجي من خويها. كون عندك ناسك معروضه ما فيك اللي بدل ما فيك اللي لبس تلصق قنيطيرات تجي طروكار مع بليغه ديالها ولا شريبيل وانت لابسه مخفه على راسك. شوف معايا هذا الصومون ليجيرمون كليغ حتى هو. هذا راه فتح ومازال غندوز لك واحد محمر عليه شويه او نخليه لك هنا باش ندوز لك اللوينات. شوف معايا عاوتاني هذا موف كليغ ولا غوز بيبي كيبان لك غوز بيبي حتى هي نفس الكونسيبت لارجونتيك والصقلي. المتراج راه وافي يعني سواء كنتي فوق ديطاي ولا ضعيفه راه الكوبون غادي يجيك. دابا نبرعوك في اللوينات السي حسين. شوف معايا هاد المطاط ديالو كيفاش داير لون رائع 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 جدا. هاد لارجونتي مع الدوغي عطي واحد التناسق راقي تقريبا جا مقارب مع اللون ديال الجوهره. الصراحه في الالوان العامقه عطات واحد لو شارم وفي الالوان الفاتحه عطات واحد لو ستيل اخر باش تعرف راه غير اللون تبدل الموديل بصفه نهائيه. ما خطراش كيجي داك الموديل في الالوان الغالقه بل خطراش كيجي في الالوان فاتحه. شوف معايا البلوسيال انا حبيبي عشاق البلوسيال. كاين شي كليه اللي كتكون مولوعه بواحد اللون كتمشي ليه هو اللون مقصده في الجلابه في القفطان في اللبسه
كاين لي الموف البريك الغوج بلو روا الغوج الصومون مرسديلا الترابي كتلقى كتقول لي عندي كاع جلابي في هذا اللون عندي قفطان لبسه كلشي في هذا اللون هذا كتلقى مولوعه بداك اللون شوف معايا هذا واحد البلون كاسيك هذا ستان كري بير ليجيرمون كلير الا حكرتي فيه راه غيبان لك غالب مع هذا الارجونتي اللي داخل فيها عطيه واحد التناسق زوين حتى هو زوين 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 وتشوف ديالها راه اون بياس رطب ما كيبينش ما يتبطن مولو الظهر ديالو رطيطه مزال كتجري اون بياس حلوه في اللبسه ديالها شوف معايا هذا عشاق اللون العريسات او للميمات هذا غنحاول نطلقو واحد اللون زوين كيعجبني شوف 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 احبيبي وين غزال انيق انا حبيبي عاطيه في العين بوحدها باقا ما تخيطات ما تخدمات عاد ما بالك الا بدعتي معاه بشي فاصون زوينه غتعطيها حقها انا غنحاول نزربو شويه باش ما نطولوش عليكم كاين هذا لو موف كلون خزامي حتى هو لون زوين صراحه راه لون تين السيفلون وكاين عاوتاني هذا الصومو باين الصومو غادي يبان لك الاخر قبيله كان مفتح شفت معايا هذا الصومو حتى هو لون غزال هذا مع السميمرات كيجي غزال مع البيضات ما كيوحلوش في الوان تيكون التان ديالو السميمر شويه تيكون محدودين شويه في اللوينات هذا علاش كنحاولوا ديما نركزوا على كاع الالوان باش يكون عندهم لو شوا في الاختيار علاش نقولوا ديما كنبغيو كلشي يلبس هذا علاش كنحاولوا نوفروا اكثر ان غون شوا فين يكون عندك الاختيار فين تختاري ليك لبنتك كاين اللي الذوق ديالها صعيب تتوحل في الالوان تتبغي المشاوره وكاين اللي براتيك تتشوف الحاجه تعشقها تكومونديها تلبس منها تحيد شهوتها وتدوز لحاجه اخرى شوف معايا هذا اخر لون غنعاود نطلقو لك باش ما نطولش عليك وتكون اطلاله جميله وخفيفه هذا مسكي صفيفر بارد انا السي حسين ثمن 200 درهم صباحكم مبروك اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه واللي ما خداتش تاخذ فما احسن لا تنساوش تدعمونا بالجيم والبارطاج هذا هو الدعم اللي كنتسناو منكم والاراء الزوينين نستودعكم الله السلام عليكم